بيكم النهارده في نص مشكل. معانا النهارده نيتو من الهند. عامله ايه؟ كويسه؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ احنا مبسوطين ان انت معانا النهارده. شكرا. وانا مش هطبخ اي حاجه هندي النهارده، انت معايا وانا هساعدك. ماشي. قولي لي هتقدمي لنا ايه؟ انا هعمل النهارده باتر تشيكن مسالا. اه. ده حاجات للكوش كله دي على باتر تشيكن مسالا. اه. فاست يعني اول انا حطوا الثوم والكورن فلور في التشيكن المارينيت. طب تقولي لنا المقادير بتاعتك ايه في الباتر تشيكن؟ هاف كي جي باتر تشيكن. معانا نص كيلو صدور فراخ مقطعه، 1 تي سبون كورن فلور. ايوه. ومعانا جارليك اند جينجر، ثوم وجنزبيل. ومعانا نص دي 1 تي سبون. 1 تي سبون جاست تو مارينيت. عايزين معلقه صغيره نشا، وكوبايه زبادي، ونص كوبايه كزبره، صح كده؟ اه. ومعانا قد ايه فلفل اخضر؟ دي جارنش. اه ده جارنش. ده اللي هنزوق بيه الطبق بتاعنا. معانا ثوم وجنزبيل. ثوم قد ايه يا نيتو؟ دي شويه، 5-6 حتات توم، 5-6 فصوص توم، وجنزبيل تقريبا قد ايه؟ 3-4 سنتي. ايوه. اوكي. ومعانا فلفل احمر عشان تديكي لون تندوري، عشان يدي اللون الاحمر بتاع الصوص. ومعانا ده الجنزبيل ده ده, ده 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 جنزبيل تاني. آه. عندنا يعني لازم يبقى معانا نوعين. اه نوعين، واحد مفروم وواحد متقطع حتت. حتت. اه ده برضو بتاع 4-5 سنتي. ايوه. من الجنزبيل معانا شطه، 2 شطه خضراء، واحده دي واحده. اوكي. ومعانا 2 بصل، 2 بصل متقطعين حلاق، واتنين طماطم كبار. ومعانا كاجو تقريبا معلقتين كبير، معلقتين كبار. والبهارات بتاعتنا معانا ايه؟ كمون وشطه. هاي كمون وشطه دي زبده عشان نحطه فوق، ودي زبده. طب هنبتدي الاول بايه بقى؟ هنتبل الاكله بتاعتنا. اول اعمل بصل بامبي. اوكي. هنحط الطاسه على النار، حطوا الزيت. هاتي الزيت هنا. يلا ثلاثة معلقة زيت. اه. استني اعلي لك النار. ما زيت سخنه بحطه بقى بصل. لما الزيت يسخن هنحط البصل. بصل. طيب نتبل الفراخ. مش كنت عايزه نتبلها الاول؟ اه. عايزه معلقه كده. اوكي. يعني معلقه صغيره نشا، معلقه علي. هنحط الجنزبيل المفروم بتاعنا عليه معلقه صغيره نشا، وملح. عايزه الملح؟ انا هحط لك ملح، انت قولي لي اقف امتى. مش عارفه دي. خلاص كفايه بقى، انا نص ساعه اسيبه كده فراخ. اه تسيب الفراخ تتبل نص ساعه، وبعدين الزيت بتاعنا هيكون سخن، هننزل فيه البصله بتاعتنا. وانا طلبت من نيتو النهارده تعمل لي الاكل الهندي اللي انا بحب اكله، بس انا بحب دي اكلتي المفضله في اي مطعم هندي. وهتعمل لنا برضو حلو، ده لما بدخل اي مطعم هندي لازم على المنيو ابص عليه اشوف محطوط في المنيو ولا لا، لو مش محطوط بمشي. This is butter chicken. اه. It's a very delicious Indian dish. اه. It's a very famous dish. Everywhere you will get in all over the world. آه انا بحبه جدا. بتقول ان ده من الاطباق المشهوره جدا عندهم، وسهل جدا. هتقوله لنا بطريقه سهله يعني ازاي نحضره في البيت. It's a very easy, it's not complicated. Just all the mix everything and you can do it in the grinder. It's very easy to make chicken. اوكي. احنا هي بتقول ان هي هتعمل الصوص وهتحطه في الخلاط تضربه، وبعدين هتنزل عليه الفراخ بتاعنا اللي احنا متبلينها. بس انت الاول هتشوحي الفراخ الاول، صح؟ لازم احضر اول بهارات ده، نفس التفل بعدين انا هشوي فراخ. اوكي. نفس التفل هتشوي. انتوا بتستعملوا سبايسز كتيره جدا عندكم في المطبخ الهندي، ها؟ It's up to you. You want less spices, I can make less spices.
not too much. ده دايما Indian food is very spicy. Very spicy. انا قصدي ان انت لو جبتي اي لستة لاي ريسيبي لانديان always chili. تلاقي 10 15 نوع سبايسي محطوطين. Yes, very very famous India for the spices. طب عايزه اسالك حاجه نيتو، ايه الفرق بمطبخ انتوا عندكم مطبخ الباكستاني مطبخ سريلانكي؟ مطبخ باكستاني اكتر بهارات عنا من هند. فعلا؟ والله. يا في اكتر من كده؟ اكتر من كده. هم بياكلوا شطه اكتر من هند. اكتر بهارات. بس باكستاني اكل دايما فيها اي اكله فيها لحمه وفراخ. انتوا اكتر بتاكلوا خضار؟ خضار. اوكي. انا في الدوله في الهند كبير قوي بس 70 في الدوله هم كله نبات. كله نباتيين. نباتيين. اوكي بتاكلوا خضار اكتر. خضار اكتر. طب نيتو هتيجي معانا مره حلقه تعملي لنا اكل خضار ولا مش هتيجي معانا تاني؟ ان شاء الله هشوفه بقى، يعني اكون وقت حقيقي اعمل معاك ما فيش مشكله. طيب خلاص. هوري لك طريقه كذا عايش هندي. مثلا ممكن اوري لك كذا طريقه. النهارده صح؟ انا هعمل عيش النهارده بس عيش دي هقوله يعني ساده بيقولوا نان. دي موجود هنا اي اوتيل هندي مطعم هندي بديكوا معاك فراخ ده بس بالنان. انا بشوفه في الاوتيلات العيش النان بيحطوه على فرن مخصوص. ايوه بس وي كان دو، انا ممكن اعمل هنا شافي نص ونص ممكن انا احطه في الفرن بقى. طب انا عايزه اسالك حاجه، بشوف الفراخ التندوري بيحطوها في حاجه حله كبيره لتحت كده، دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي عشان تعمل جريل يعني. طب بسيخ وبيحطوها بسيخ كمان عشان تعمل ايه تندور. بس يعني انت لازم ساعتين قبليها اعمل مارينيت كله فراخ. تشرب زبادي. اما لازم تقعد تشرب بهارات طول الليل. ممكن حطي قبلها بيوم بقى احسن من تاني يوم. اوكي بتستوي بسرعه. طيب نيتو معلش انا هزهقك شويه، هو التندور ده فيه حطب ونار من تحت ولا بيبقى ايه فرن ايه؟ فخاخ ده عشان النار فاهم بقى. عشان تعمل تندور بحطه في الشيخ كده كويس قوي. اصلا دي اصلي تندوري. لكن احنا لما اعمل على في البوتاجاز دي حاجه تاني، يعني انا ممكن اعمل تندور في البوتاجاز بس تشرب زبادي وبهارات كله ممكن اعقد واحده حته بالبوتاجاز عادي مش بتاع هوت بليت. بوتاجاز عادي ممكن تتشفيها بقى، مش لازم عندك يعني مثلا شفايه كبير. مش لازم بس مش ما بيبقاش نفس الطعم. نفس الطعم وبرده بتتعمل على الفحم بيبقى طعمها حلو قوي. طبعا انا مره هعزمك يعني على اكل هندي. ميرسي قوي. شكرا بجد. الله. طب وبعد لما البصلتنا بتدبل بس هنعمل لما إيه؟ تيجي بامبي بقى احط طماطم يا بصل بامبي يعني بصل احمر احمر شويه يعمل احمر شويه. اوكي ده لسه يعني. ده لسه. اعلي لك النار شويه. اوكي عندنا تشكيل كبير قوي اكل هندي. انتوا عندكم اشياء حاجات كاري. كاري جمبري مثلا، كاري فراخ، كاري لحمه. وكل كاري ليه بهارات مختلفه عن التاني. مختلفه لكاري باودر واحد بس ممكن تعملي كاري باودر في البيت فريش. تعرفي تقولي لنا ازاي؟ يعني ممكن تحطي كزبره ناشف، حطي كمون، حطي فلفل اسود، رومفل، قرفه، لحبهان، والهوتي ورا الاخضر لوري ده لورا. كله يعمل مع بعض يشوي شويه في البوتاجاز كده في البان تحت حمصين. ايوه بسيطه. وبعد كده اضربي في الماكينه عشان اعمل باودر في المطحنة. وبعد كده ممكن تحطي 3 4 معلقه كركم و3 4 معلقه شطه حمراء كويسه اللي مع بعض بكاري باودر. فعلا والله. طب دي وصفة هايلة يا نيكا. أنا أهم حاجة عندي طبق الحلو النهاردة بصراحة. إن شاء الله. ده بتاعي يعني. دي بتاعك أنت يعني. إن شاء الله تيجي بس كويس. أنا معرفش إنه سهل قوي بتعمل كده. دي سهلة قوي، باتر تشيكن مسالة سهلة قوي. لما أكون بوتاجاز عادي بقى أحسن تعملي بسرعة. بجد على طول هيخلص. شويه كده معمل لون بصل تكون كمان البصله الفراخ اتبلت معانا شويه. كون شربت مهله وشربت توم والجنزبيل بس كل بلد في الهند ليها طريقه طبخ غير البلد التانيه. كل بلد لطبيخات تاني.
يعني في يعني بلد انا عايشه فيها طبيخ تاني خالص، ناس بتاكلوا شطه جامد. اوكي. في بلد تاني ممكن هم اي اكل لازم تحطوا تمر هندي عشان عايزه طعم حادق. تمر هندي صح. في كل بلد لي اكل يعني. طيب احنا هنحط بقيه البهارات بتاعتنا. بقيه البهارات لسه عشان لسه بصل ما عملش لون براون يعني بامبي. لازم عايز شويه لون بني. مش حطوا بصل ني، ما اديكيش اكل طعمه خالص. اه فعلا. خلي بالك يعني. بس. لازم تطلع لون زي ده. احنا عندنا برضو اكل بالبصل البامبي ده كتير جدا. ايوه ممكن انت تعملي حضري وعيني جاهزه في الفريزر. ميزه احسن تعملي اكل بسرعه. تعملي بصل بامبي وتحطيه. أيوة. في الفريزر بصل. أيوة. احمر يا أحمر جماعه. يعني هتداري 3 كيلو حمري عيني في الفريزر. وتطلعي تعملي طماطه صلصه جاهزه. واضربي توم والجنزبيل اضربي في الماكينه جاهزه. وطلعي بقى حطي بصل حطي صلصه حطي توم وجنزبيل وشطه مضروبه. ممكن اكله سهل قوي بس اضربي في خلاط. طيب. واعملي كاشو كمان باودر في البرتمان. حطي 2 معلقة بس وخلاص. هو كاجو ده انتوا بتحطوه بيتقل الصوص؟ بس انا بحطه ان سولتد يعني ذيس از سولتد. بس هي مش مشكله، ما انت هتحطي هتظبطي اكل الملح. ايوه الملح في الاكل. طب احنا عايزين ننزل على هتنزلي بعد كده ايه نيتو؟ اما تخلص دي هحطه كل حاجات مع هنا هقلبه كويس. حطه بعد كده هيضرب في الخلاط. اوكي. طيب هتطلع عشان ما فيش لون تندوري مش كويس عشان بيجيب كانسر. عشان كده انا بحطه فلفل احمر. هما بيحطوا دايما لون للتندوري علشان اللون ده بيبقى دي لازم مخصوص موجود بس فود لازم كالر. تجيبي فود كالر اكسبنسيف يعني. الماني من بره. حقيقي يعني بتاعت اكله. لا تجيبي اي لون عادي بتجيب لك كانسر مش كويس. لازم عشان تجيبي لون تندوري حطي فلفل احمر دي ناتشرال يعني دي. دي فكره healthy, برضو هايله. هيلدي اند فيري نايس. بس انت عرفتي ان هما مش ملونين كده. مش ملونين الفلفل عندنا لون تاني. يا اي نو اي نو ذات. هتحطي الثوم بعد لما البصل هحطه بعد كده شويه يستنى ما يجي شويه لون شويه لسه. بس لازم تحطي زيت مظبوط ما تحطيش زيت كتير. علشان انت بس الاكله دي بيبقى فيها كريمه انا عارفه في الاخر. بس في الحب تحطي ممكن كريم. لا مش حطي كريم ممكن حطي زبده. زبده. باتر تشيكن يعني حطي زبده. اوكي. مش كريم. كريم حاجه يعني فراخ تاني. هبتيل قوي دي بقى خفيفه جدا. اوكي انا ما اعرفش انا تخيلت ان هي بتحط لها كريم. ليه انت عايز تتخني؟ انت كفايه كده لما تحطي كريم والقشطه والزبده. انا بحب ادوق انا ما بحبش اكل يعني. انا احب ادوق بس. بيت كل حاجه ده بعمل لك. البصله خلاص بتاعتنا اخدت اللون اللي احنا عايزينه. ايوه انا هحط توم. جايبين اللون اللي احنا عايزينه كده. هتنزلي اهو التوم اهو. احط انا التوم. حطوا جنزبيل. جنزبيل الحتت. تستعملوا جنزبيل كمان كتير قوي. عشان كويس عشان وحطينا الشطه الخضراء العيدان سبين والشطه احمر عشان تجيب لك لون بتاع عشان تندوري عشان ما نستعملش الوان صناعيه في الاكل. اللي حطوا ايه طماطم. نحط الطماطم 2 طماطم كبير. 2 طماطم مقطعه كبير. واللي حطوا نص 1 معلقه صغيره شطه احمر. الواحد معلقه صغيره كمون. وفي بهارات هندي موجوده في السوق برضو اسمها بهارات مع بعض. جرام مسالا. جرام مسالا. جرام مسالا. جرام مسالا. اند كاشو 2 معلقه كبيره. الكاشو. وانا هقلب معاه شويه كزبره بقى. نحط عليها صلصه. وعايزه احط ايه؟ سولت. سولت ملح. هبقى دي. لا بصي يلا انت قلبي وانا احط لك الملح. كفايه كده؟ لا احط عشان لسه هي بتنزل كتير خلي بالك. لا كفايه كده بس مش كتير. خلاص كفايه بقى.
كده بقى عايزة ايه كله زيت شرب وكله حاجة ريحة حلوة قوي. هنجيب الخلاط بتاعه شوية بتاع. هجيب خلاط شوية لما خمسة دقيقة لما تبرد. مش عايزة تحط لها حبة مية؟ لا مش هحطه هتحطه زبادي عشان تضرب خلاط. طيب اوكي. مش هحطه بقى ايه مية كده. دي خلاص بقى خفي كده شوية. بس اجيب لك الخلاط؟ لا مش هحطه دلوقتي في خلاط عشان دلوقتي دي سخنة قوي. طيب اوكي. انا هفضي في البول لما شوية تبرد شوية وبعد كده هيضرب في الخلاط. قبل ما تبرد شوية هيضرب في الخلاط. انا ممكن تشوي فراخ. هنشوي في نفس الطاسة اللي حمرنا فيها حاجتنا كلها هنحط فيها الفراخ بتاعتنا. ايوه. لما احط واحد معلقه هنا نشا صغيره والجنزبيل والثوم النشا يا جماعه بتحطه في تتبيله الفراخ أي علشان لحمة بتطريها واللحمه بتستوي بسرعه وتستوي بسرعه. وفي نفس الوقت لما هتكونوا هتحطوا عليها سوائل او اي تعملوا بيها صوص بتتقل الصوص وبتربط كل المكونات مع بعض. بتستوي بسرعه قوي فراخ كده. احنا شغالين زيت ايه؟ زيت مش الذرة دي زيت زيتون ولا ايه؟ ده زيت زيتون. انت لازم تستعملوا زيت عادي. زيت ممكن زيتون كتير عندكم؟ لا 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 ما بيعملوش زيت زيتون كتير. بعملوا زيت الذرة عادي. اوكي. سيبوا كده فراخ مثلا خمسة دقيقة كده هتيجي مستوي. ها قبل ما اكون خلصت دي انا شويه اشوف بقى حاجات. اي حاجه اشتغل في المطبخ برضه لازم تشوفوا بقى نضفوا بالمره يعني طبعاً. ما تسيبوش مطبخ وسط كده. طب انا عايزه اسالك سؤال. اسالي. هتحتاجي الخلاط امتى؟ دي خلاص انا هتضرب دي في الخلاط شويه لما تبرد وبعد كده هحطه عليه فراخ وكده بقى خلاص بقى سيبه على نار غطي 10 دقيقة هكونوا فراخ خلصنا. لما احط نشا وفراخ اعمل كده هتيجي استوي زي ابيض. طيب. بكون استوي بقى. طيب اوكي. انا مش هحط مية خالص بس هتحطي زبادي على زبادي علشان تخلطي عشان تضرب بقى. اضرب لك انا الحاجه قبل ما تخلصي الفراخ؟ ممكن بس خلي بالك الغطا خلاص اقفلي كويس. اوكي. عشان ما يطلعش بره. خدي معلقه. اتفضلي. اي حاجه لازم انت شوفي كده اكل مثلا وري لك على الناس التلفزيون ممكن تطبخي على طول تاني يوم في البيت. طبعا. على طول تطبخي سهل قوي. خصوصا لما الواحد بيزهق جدا من ال ودي فراخ ممكن يوم. تطبخي يعني ممكن اعملي 3 4 علبه عيني اعملي في كله عايز يجدد ويغير في الاكل بتاعه. ايوه ممكن تعيني في الفريزر مثلا اي مره عايزه تطلعي علبه سخني عشان اولاد. طيب نيتو هنحط الزبادي بتاعنا عليه؟ حطي زبادي. اول كنت حطيتي زبادي. معلش هنجرب كده ونشوف. عايزه اقفلي كويس. كده كويس رانيا. كده كفايه؟ كفايه قوي. برضه شوفي مطلعي خد شوف من معلقه ضربت كله ناعمه ولا خشن؟ انا هدوق. انت ما بتدوقيش الاكل قلتي لي. لا انا مش هدوق اكل. ليه؟ كده. انا عارفه هتطلع عشان بروفيشنال. اكيد هتطلع تحفه من ايدك. عشان كل حاجه بتطلع مظبوط. برافو عليك يا نيتو. حلو قوي. بس عايز ملح.
طبعا انا قلت لك مهله قليل، انت تقولي مهله كتير، انا بقول لك مهله. لا انا بقول هي بتنزل كويس. لازم انا اجيبه مهله في البول عشان تعرف وطه معلقه معلقه ونص كده. المره الجايه هجيب لك ملح في البول. خلاص احط لك ده عليه. شوفوا عايز اوريله كده، شوفي فراخ دلوقتي. اه دي كده خلاص الفراخ بتاعتنا. بصوا كده فراخ كده مستوي. اه كفايه عشان لسه هتاخد تغلي غلوه شوية في الصوص بتاعنا. عايزه معلقه. بس معلش اصل خلاها تمسك كله بهارات، انا هحطه بسيطه عشان تتمية عشان تطلع ايه بهارات بتاعته، وانا نزود شويه مهل بقى. عايزه شويه ميه. هاتي احط لك حبه ميه. هات في البول ميه كده. عشان دي هنا خلاص تطبخ زي المصريين في البيت بالظبط. عشان كله بهارات لازم يخش في فراخ بديكي طعم، يعني ما تخسريش اي حاجه. ما تخسريش ولا اي حاجه عشان تطلع مظبوط. نزود شويه مهل هنا، عايزه اخفي النار شويه. كده عايزه اخفي النار كده. حطي على خمسه. عايزه غطا، دي بتطلع عشان تكتك ميه. عايزه ايه؟ غطا. عايزه غطا فعلا؟ هنحطها على عين اوطى شويه؟ لا عشان انا عايزه اشوف وط شويه مال. هحط لك لازم غطي شويه كده خمسه دية عشان تشرب كله بهارات وتطلع طعمها حلوه. خلاص كده رانيا، انت شوفي دو مال، لو ليلى ممكن انا ازود مهله وليلى احسن من زياده. اوكي هدوق لك انا. محتاج حبه صغيره قوي. حط شويه. هنغطي عليها خمسة دقيقة. خمسة دقيقة وبعدين هنعمل ايه؟ بعد كده انا هحطه عليه في السيرفيسنج ديش، هعمل جارنيش بالكزبرة ونشطة. طب نطلع البولة اللي هنقدمه فيها اللي موجود هنا، ممكن تطلعي. لا ده مهل قليلة قوي. دوقتي؟ اشمعنى بقى المرة دي؟ عشان باين الشكل. نقدمه هنا. انت بتحب مهل قليلة ولا مظبوط؟ انا ملحي قليل. طب خلاص. لا مش انا مش هاكله كله يعني معلش. هو احسن الملح يبقى قليل واللي يعوز ممكن اللي عايزه تظبطي شويه. اللي عايزه ممكن تظبطي، هبي ليمون، ممكن تعصيري ليمون، ممكن تاكلي بقى عليها. بتحط ليمون؟ ممكن يعني اللي عايز. انا مش ليمون كتير في الاكل. لا مش هبي معلش، في ناس كتير بيحبوا شويه ليمون في الاكل. طب هتنزلي الزبدة امتى؟ هتحطه لما احطه في اللي على ديش بحط. طيب اوكي. تالي كده الطبقة تسب يعني. حلوة حلوة قوي. انا هحط الزبدة كده عشان ايه؟ بتحطي تحت الاول وبعدين عشان تحطي فوق. فراخ فوق عشان ايه؟ كان مالتد يعني. اوكي يبقى احنا مش محتاجين النشا ده ولا محتاجين ده ولا ده. كده شوفي رانيا فراخ استوي قوي. كده خلاص وقعدت شويه. فراخ شوف كده استوي جدا. طيب بس لازم تغطي بقى بعد ما احط كله بهارات، لازم تغطي شويه. طيب نيتو دلوقتي شويه كده لما تجلي انت هتشوفي، بس بتطلع زيت كامبو بعد كده. الزيت ده بيطلع منين بقى؟ دي زيت انا عم حمرنا بصل. لما حمرتي البصل وكمان فراخ برضو بتنزل زيت.
انا بحسب هي باتر تشيكن عشان لما انت بتحط لها زبده فبتبقى على وشها زبده. لا بس لما تحمري زبده معاها على هنا هتعملها كريهة ودخان بقى. اه كده بديكي طعم احلى. كده بتدي طعم احلى اكيد. عشان لما تسخني بقى هتطلع زبده ريها كله بقى ناتشرال. دي كده بقى كويس قوي. اوكي. طب نيتو انت هتعملي لنا ايه تاني بعد ما اخلص بعد ما اخلص الجامبو بتاعها دي؟ لازم انا اعمل لك عيش هندي تقول عليه نان. عشان الطبق ده بيتاكل معاه عيش يا رز. رز قليله قوي بس أنا ما دايما يعني دايما بالعيش ده. هعمل عيش نان بقى. طيب هنعمل عيش نان وهتقدم لنا طبق حلو. هتعمل لنا ايه؟ هعمله بعد كده سويت بقى. ايه بقى اسمه ايه؟ اسمه راس ملاي. ماشي يا جماعة. والطبق راس ملاي ده أحلى حاجة باكلها في الهند في المطاعم الهندي يعني. وإحنا هنقدم الطبق بتاعنا على حتة الزبدة اللي إحنا حطيناهم أصلا في الطبق من تحت. هتقلبيه بقى؟ لا خليه زي ما كده. طب والزبدة هتطلع إزاي؟ الزبدة هتستوي هتمسك مع بعض. لما تطلعي سيرفيس عشان في المعلقة هتمسك طعم. نيتو بقالك قد ايه عايشه في مصر؟ 33 سنه. ياه انت عشتي في مصر اكتر ما عشتي في الهند. ها يعني نص هنا نص هنا كده. نص هنا اقل هند يعني. اوكي. بتتكلمي عربي كويس. هحطه على كزبره جارنيش. طب نيتو عايز اسالك سؤال. دايما بلاقي الهنود حاطين نقطه بين حواجبهم دي معناها دي عادي يعني انا هنود يعني. ليه بتحطوها؟ بس مش لازم. انا ما بيحطوش عشان النهارده. لا انت حاطه النهارده. النهارده حطيت بس. طب هي انا سمعت ان كل لون ليه حاجه. في يعني اي بدله الوان فيها عنده نافي كده. انت بتلبسي اللون تبع البدله. ايوه. اوكي. انا بحسب سالوا لي هم بتحطوها لما بتتجوزوا ولا دي ملوش. في حاجات جوزوا بحطه على نصف الشعر لون الاحمر دي. انا جارنيش كده ما فيش. قصدك يحط حنه على شعره كده؟ لا مش هحطه هنا في الشعر. هحطه كده احمر باودر كده بتاع مخصوص بتاع شعر ده. اوكي. يعني جوزين. طب وايه سر ان شعرك احلى؟ بتلبس خلخلان في الرجلين عشان جوزين. اوكي. ده بقى انا اعمل جارنيش بالفلفل. ايوه. عشان باتر تشيكن مسالة لازم جارنيش بالده. حلو قوي يعني. طب بجد سلم ايدك. ميرسي. اتفضلوا يا ماما. وكده نكون خلصنا اول طبق بتاعنا وفاصل ونعود. رجعنا لكم تاني وهنعمل الطبق اللي هننزله مع الباتر تشيكن اللي عملناها وهو العيش النان الهندي. هنبتدي بالعيش. نيتو قولي لي 2 كاب دي كوبايتين من الدقيق الابيض. بس هي بتقولي كمان ان هو ان احنا ممكن نستعمل دقيق اسمر. بتستعملي واحد اسمر واحد ابيض ولا الاثنين بيبقى دقيق اسمر؟ ممكن 2 ابيض بس لو كنا دقيق اسمر فيه ممكن نحط واحده دقيق اسمر واحد دقيق ابيض. يبقى هنستعمل اصلا واحده كوبايه دقيق اسمر وكوبايه دقيق ابيض. حط عليهم رشه نص ملح. معلش نص معلقه ملح صغيره. ولا حط زبادي عجين وهنعجنه بالزبادي ولازم تسيبه بعد ما تعجن جامد قوي سيبه 6 ساعات في الثلاجة تحت عشان تمسك زبادي مع دقيق خميرة. واحنا كنا محضرين نيتو كانت محضره لنا عجينه تانية من 6 ساعات فاتوا وسايبينها في الثلاجه فهندخل دي الثلاجه ترتاح. احنا عجين دي خلاص كده ممكن واحد يغطي فيه طبع سيبه تحت الثلاجه او احطه في القلبه. يتحط في العلبه. تمام. وانا هدرته عجين من بيت كده عشان لازم عايز 6 ساعات. ده انا خلينا جنبه هنا وانا ممكن هدرنا بتاعها تاني وهجيب لك العجينه التانيه اللي في حاضر. نيتو وايه الاكلات المصريه اللي بتحبيها؟
اكل مصري احنا بحبوا قوي اكل مصري، لكن في الهند ما بيحبوش اكل مصري. دلوقتي يومين دول ناس بتحبوا اكل لبناني، طبوله ورق عنب. ايوه في دلوقتي مطاعم كتير قوي لبناني ابتديتوا تغيروا يعني وتاكلوا. أيوة. حته ثانيه بره. ايوه حته بره. طب عايزه اسالك سؤال دلوقتي، راين حفيدك بياكل ملوخيه ولا لا؟ لا ما بياكلش ملوخيه. ليه بقى؟ كل العيال مش هنديله اتعلمته لسه صغير يعني. ليه؟ لسه صغير. ست شهور بناكل العيال ملوخيه. لا هي مامته بقى على مش انا. اوكي دلوقتي انا دي جهزته عيش من بيت، سبته 6 ساعات عجنته. انا اعمل دلوقتي عيش والله. هنعمله في الطاسه يا جماعه، هنجيب طاسه عاديه تيفال، هنحط نار عاليه تحتيها يا نيتو. عاليه 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 عشان تيجي تيفال سخنه. لازم النار تبقى عاليه. معالي كمان للناس عايز يحطوا عليه عيش فوق الزبده ممكن يحطوا، لكن احنا ما بيحطوش اي حاجه. النان بينزل عليه. لازم اعمل كده عيش. جبتي السمسم يا نيتو؟ لا ما جبتوش. حطوا كده عيش وبعدين لازم تعمل كده وتجيب كده ترانجل بقى. لازم تقفل كده. طيب دلوقتي بقى انا هعمل عيش سوفي. ولازم تقعدي تحط. طب انا عايزه اعمل واحده بقى. ما خلص دي انت اعملي طريقه دي بقى. طيب. ماشي ممكن تسهل عليكي تعملي في البيت. عشان كده بيطلع مثلث. ايوه ترينجل كده. اوكي زي في المطعم يعني هندي. زي في المطعم الهندي. دلوقتي اكل مصري كتير قوي في الهند كمان، مطعمات كتير قوي. مطاعم مصري في الهند بس الناس اللي بيت صعب قوي ما بياكلوش يعني حاجات لحمه ولا فراخ. بياكلوا بصره وكشري. طيب بيحبوا كشري قوي قوي، كشري كويس، بس ما بيبيعوش في الهند كشري. امال بيبيعوا ايه في المصري في الهند؟ حاجة يومين دول ننزل كده جديد، فول وطعمية كده، حمص والعيش لبناني كده، عيش شامي. لازم تطلع عيش شكل كده بقى. هو لازم يبقى مثلث. اما تكون دي سخنة والطاسة تبقى سخنة محتاجة زيت او حاجة فيها؟ لا مش هحط زيت ولا حاجة. انت بتحطيه شويه في الطاسه وقلتي لي ان انت بتحطيه على عين بوتاجاز. لا مش بحطه خالص. تحطي الا زيت؟ لا مش بحطه. لا انا قصدي انت قلتي لي بتحطيه شويه في الطاسه وبعدين بنحطه على عين البوتاجاز عشان ينفش. ايوه بل اكونه بوتاجاز عادي، لكن هنا ما ينفش. هنا ما عندناش شعله، لازم يبقى على شعله. ويعني انت انا ممكن تعمل نص ونص هنا، ممكن تعمل في البوتاجاز شاب كده. يعني لو عندك بوتاجاز بالشعله مش هتستعملي الطاسه؟ لا اعمل هنا شويه، نص هنا ونص هنا ونص بره. على عين البوتاجاز بينفي شويه العيش بتاعنا عشان تعيش بتشوي كويس قوي. والعيش ده بياخد زيت زيتون والثوم وكزبره خضراء على الوش صح؟ زي ما عايز اي حاجه. بطاطس كذا نوع عيش عندنا في الهند. سمسم. احكي لنا شويه على بقى الانواع. انا بحط سمسم، ممكن احط كزبره، ممكن احط نعناع، اي حاجه هتعجبك. وحط بصل، حط بطاطس، حط جزر، زي ما عايزه. عندنا كذا نوع عيش بتعمله بس في البيت. ممكن اعمله بالدقيق اسمر، لما فيش دقيق اسمر بعمله بالدقيق ابيض. انت ليه بتدوسي عليه كده؟ عشان عيشه تشوي كويس قوي هنا. عشان انا ما عندناش تعمل ايه البوتاجاز عادي. اوكي لازم تشوي كويس قوي كده. هشوف. بينفخ زي خميره يعني. بص انا ما حطيتش خمير ده، لكن الطريقه دي لازم تعملي تعمل زي عيش كويس جدا. ايه رايك شكل تحفه؟ هايل. انا هدوق. انت عارفه عامل زي ايه؟ عامل زي البيتا بريد. بيتا بريد بس دي احلى من بيتا بريد، عشان عجننا 6 ساعات بالزبادي ومهلت. البيتا بيبقى يعني انت ممكن تعملي عيش دي حطي اي حاجه، فراخ مشويات ولا فراخ بانيه، عشان تديلي عيال اعملي ساندويتش بدل تجيبي عيش بتاعها. خلي بالك عشان بالبلدي بقى. خفي نار. هو دي عيش كده بقى. خفي نار. عايز تجربي رانيا واحد اعملي طريقه انا عملت عيش دي؟ ماشي هاجي اجرب دلوقتي. شوفي امسكي كده دي مدور وتقلبي كده. استني هعمل معاكي. ماشي تعملي كده. اخد الاول اعمله زي كوره. اوكي اعملي كوره وبعد كده تعملي كده. وبعد اقلب كده.
انت الحركه دي علشان تخليه ينفش. اعمل بالون. ايوه ايوه بس مش عشان ياخد. لا انت اعملي هتعملي مدور هتطلع بالونه اكتر. يعني يعمل مدور عيش مدور. عادي عيش عادي. لكن انا بعمل عيش دي ريترانجل يعني. طب انا دي هجربها عيش عادي مش. طب انت جربي دي مدور وانا اشوفه بقى هتطلع دي بالونه احلى وكويس جدا يعني. المدور بس. مدور. طيب اوكي لما اخلص دي هقول لك. بس دي خفيف واحلى وعنده في عيش. انا هدوقه بقى يا جماعه. نشوف دوق العيش. شوف جربي عيش كل حاجه مظبوط. كل حاجه مظبوط يا رانيا كويسه. طب هلبه كويس. عايز اقول ان انا بحب النان التاني التخين. دي تخين بتاع يعني بتعمله على فرن بتاعها على مشوي مخصوص. مخصوص ده هو بيحطوه في الجنب ده. جنبه ده بقى فخاك بقى. وبرده الفرن شكله اسطوانه كده مدور. مدور ايوه. دي عشان مخصوص كله تندوري. هو ده نفس عيش التندوري بيتحط. أيوة في أيوة نفس الفرن. ايوه نفس فرن بيحطه. انت ممكن ده. تعملي بقى ايه مدور. انا هحط لك هنا دي عيش. اعملي مدور حلوه قوي رانيا. ولا جنبه تخين ولا نص تخين يعني اعملي مظبوط. اوكي حاضر. اشتغل مظبوط. اصل انتوا ما بيعملوش في هنا في البيت عيش. بيجيبوا من فرن بره. من الفرن. ايوه بس دي احلى وانضف. ممكن تجيبيه دي طبع. اسمر وبعد كده لما اكون لذه انت ممكن تحطي شويه كده دي اسمر فوق وتعملي مدور بقى. دي انضف عيش يعني تاكلي في البيت. خلاص اوعدك ان انا هعمل عيش في البيت بعد كده يعني. انت لو مش هتعملي مدور انا خليسي بيه هظبط لك. انت تعالي ظبطي هنا. ايه رايك؟ حاضر. لا ما تعمليش كده رانيا لازم تطلع مظبوط. ما عرفتش اعمل العيش يعني. ايوه عامل زي كده بال خلاص لازم تعملي براكتيس بقى شويه كده. محتاجه خلي بالك عشان ايه. اعملي شويه دي زمان خلاص دي. طيب شوف انا هعمل لك عيش دي مدور بقى. شوفي رانيا لازم تقلبي بقى كده عشان تطلع مظبوط. عشان تطلع تاخديه من كل حته يعني كل حته لازم في النص وجنبه عشان ما يطلعش تخين ولا رفيع. يعني مظبوط. ودي العجينه دي اللي احنا ما طبقناهاش على بعض. دي ممكن العجينه سيبيه ثلاجه. ممكن اي وقت انت عايزه تطلعي اتنين عيش اعملي فريش وتعمليها. مش شرط يعني اعملي بالمره. يعني عايز عشان وعندك ولد ممكن عايز اكل ساندويتش اعملي عيش كده. خلاص دلوقتي دي عيش خلاص. دي خلاص اعملي ساندويتش. ممكن حطي فراخ مثلا مشوي ولا اي حاجه. هيبقى حلو قوي تحطوا فيه فراخ تندوري بصل شرايح يعني زي دي عيش متقطع عليه حبه سماق وكزبره خضراء وزبادي ولفوها. ايوه دي عيش كده. دي عيش كده مدور زي مكسيكان. زي التورتيا. زي مكسيكان. دلوقتي انا اعمل مدور برضو اهو. ممكن اعمل مربى زي ما انت عايزاها. اعملي كذا كده موديل. انا هعمله ده بس اعلي شويه نار كده. انا كده بعد كده هعمل سويت بقى. طيب دي هتشوفي هتعملك بالونه حلوه قوي زي خميره حلوه. وبعدين انا ما بيحطوش خميره. ده ميزه. خميره مش كويسه عشان صحته فعلا. انا اول مره اسمع. انا اسمع ان الخميره كويسه للقولون وال... بس مش كل حد مش معها كتير. ماشي مع جسمه وكل يوم كتر خميره مش كويس. هي اي حاجه عموما تبقى زياده بناخدها زياده يعني زياده بتبقى مش كويسه. بقى عشان كده احنا في البيت كل يوم مثلا اعمل اتنين تشكيلات خضار مثلا. انا نبات ممكن أنا كل يوم بقى اسكن جنبك يعني. اتنين اعمل خضار واعمله عيش كل يوم فريش. 10 عيش بتاخد 10 دقيقة عندنا في البيت. والله كنت بتعملي لنا زمان يا نيتو جزر. أيوة. جزر حلاوه. جزر حلاوه. جزر انا بعمله في الشتاء حلاوه. جزر هنا في الشتاء جزر حلو. جربتي تعمليه بالبطاطا؟ لبطاطا عشان اللي بعمل عجين. انت بتعملوا بيعملوا العيش بالبطاطس وبالبطاطا. بيعملوا عيش بالبطاطس مش بيعملوا بطاطا. بطاطا بعمله بالسكر بالعسل. عجينه لحتت كده مكعبه بطاطا. انا برضو بعمله عيش بطاطس. بعمله عيش زي كده يعني. دي ممكن نحطوا زيت عليه عيش بطاطس. عيش دي مش بحطوا اي حاجه. اوكي ولا زيت ولا زبده. دي كويس عيش عشان لما اكون حد اعمل رجيم. ايه رايك حلوه؟ حلوه قوي ده.
خلاص كده؟ اه خلاص كده. ودلوقتي احنا هننزل الطبق وده اللي هننزله جنب الطبق بتاعنا الباتر تشيكن بالعيش النعم. رجعنا لكم تاني مع الحلو الهندي بتاعنا. والطبق ده يا جماعه ده الطبق المفضل بتاعي انا. وكلمت نيتو امبارح صح؟ أيوة. قلت لها نيتو هتعمل لنا ايه حلو؟ قالت لي لسته كده اكلات هندي. قلت لها لا انا عايزه اكل الراس مالاي. قالت لي وانا هعمل كل المنيو عشان اللي انت بتحبيه. قلت لها معلش يا نيتو عشان خاطري تعمله لي. فقامت مظبطه لي الوصفه وجربته في البيت وظبطت. كلمتني رانيا الراس مالاي طلع تحفه هنعمله بكره في البرنامج. قلت لها خلاص يا نيتو. عباره عن ايه الراس مالاي يا نيتو؟ هعمله الراس مالاي دلوقتي. كيلو لبن انا عملته عليه جليت وعملته. هو عباره عن ايه؟ عباره عن الراس مالاي عباره عن لبن يا جماعه تقريبا كيلو لبن. ايوه بنغليه. ايوه صح زي ما قلتي لي. ايوه هعمل نص. يبقى نص كيلو نسيبه يغلي على النار لغايه لما يبقى نص كيلو لبن. وبعدين بعد كده هاخد كوبايه نيدو باودر. اه هنحط بيض واحد بيض. هنحط كوبايه لبن نيدو لبن بودره عليها نفتح عليها بيضه نعجنه فيها. ونص معلقه هوت ميه ورد. ونحط نص معلقه ميه ورد. ونحط شويه بسيطه كده يعني. ونص معلقه بيكنج باودر. لا اقل من ربع معلقه بيكنج باودر. تقريبا ربع معلقه بيكنج باودر وهنعجنهم مع بعض. اول حاجه عايزه تبتدي بيها نعمل لما ايه؟ لما يجلينا اللبن دي نحطه في الكسرونه هنا. هي نيتو لازم اللبن ده نسيبه فبيقعد كتير على النار. هنحط كيلو اللبن على النار ونسيبه لغايه لما يبقى نص كيلو ويغلي. نسيبه يغلي معانا. وحط زعفران. ونحط فيه زعفران. بتحطي له سكر؟ هحط سكر. وهنحط له سكر كمان. دلوقتي انا يجلي هنا كوبايه ميه. هنحط كوبايه ميه على النار تغلي. عايزه معلقه؟ لا مش عايز يعني دلوقتي. وحط ايه؟ معلقتين كبير سكر. معلقتين كبار سكر هنحطهم في الميه. هيجلي ميه دي بقى. دي بقى محتاجه تغلي. دلوقتي لما اللبن على بالزعفران انا اجليته احطه ايه؟ هو اللبن ده كان جه احنا اوريدي كنا غليناه ونزلناه لغايه نصه وحطينا عليه الزعفران والسكر وهننزل عليه بالمكسرات بتاعتنا. عباره عن ايه يا نيتو المكسرات اللي انت حطيتيها؟ حطيته فستق ولوز. فستق ولوز مبشورين. وهنحط في الطاسه الثانيه ميه مغليه ميه وعليها معلقتين كبار سكر ونسيبهم يغلوا علشان ده اللي هنسلق فيها الراس راس ملاي بتاعنا. ده عباره عن كرات اللبن البودره مع البيض عامله زي العجينه وبتتسلق في الميه دي. وجربوها يا جماعه هتدعوا على لبن ده بودره مع واحد بيض. انا احطه كده نقطتين ميه ورد. نقطتين ميه ورد عشان ما اجيش عشان ايه ريحه بيض. عشان ريحه البيض. ريحه البيض بدل الفانيليا. ايوه وانا هنا احط شويه بسيطه قوي كده. تاني معلقه. تاني ميه ورد هنا عايزه احط؟ لا 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 عايزه معلقه صغيره. انا احط كده نوطه كده بسيطه قوي بيكنج بودره. بيكنج باودر حطيها. طب نيتو عايزين نسمع اغنيه هندي. اغنيه هندي كتير قوي انا مش عارفه انت عايزه ايه. طب انا عايزه اسالك سؤال تاني. انت انا لا انا ما اعرفش ولا اغنيه بصراحه. ليه انت مصريه كويسه؟ انا عايز تسمع الاغنيه مصري. يلا انت انا غني لي. ايوه انت غني لي انا بقى. لا ما انت اكيد سمعتي مصري بقالك 33 سنه عايشه. أيوة هنا انا خلاص ايام زمان. دلوقتي انا مش بتغني خلاص. بطلتي تغني؟ ايوه. طب عايزه اقول لك ليه الافلام عندكم بتحبوا بعض جامد قوي واحنا بطلنا نعمل يعني افلام؟ يعني عندنا ما فيش طلع زي مصريين بتطلع. عندنا جواز واحد خلاص. مصريين بس اللي بتطلعوا انتوا كل الجواز هنا خلاص. مسلمين. طب ولو واحده قاعده مش مبسوطه مع جوزها تعمل ايه؟ دي حاجه تاني. بس عندنا يعني لازم اي حاجه لازم اعيش مع جوز واحد مش عشان تعملوا ايه. مش لازم عشان غيروا بقى. انت عايزه اعمل لك ايه؟
انا عايزه نقطه ميه هنا. مش لازم تغيروا جوز لا يعني؟ مش هتجوز تاني ان شاء الله تعيش مع اولاده مثلا مع اهله لكن مش هتجوز تاني. لكن يومين دول ممكن ايام زمان ما كنتش كده. عندكم في الهند كمان؟ طبعا دلوقتي بقى حد بيتجوز 6 شهر بعد كده طلع هتجوز تاني. كلهم عايزين فلوس، مصلحته فلوس. مين بالظبط، راجل ولا ست؟ ستات. ده اعملي نار عالي كده رانيا شويه، اعملي نار عالي لهليب كمان. عشان ايه؟ عشان انا احطه في الميه بقى. اول لما الميه تغلي هننزل فيها احطه بقى، ننزل ده بقى رسملاي. رسملاي ايه الاغنيه؟ انت مش عارفه الاغنيه مصري يا رانيا؟ انا مش عارفه اغنيه. لا اعرف اغاني كتير طبعا، حاجات قديمه بقى. انت بتحبي عمرو دياب مثلا؟ طبعا بجد والله. طب بتحبي له اكتر اغنيه تحبها له ايه؟ اي حاجه بتاع عمرو دياب. الاغنيه بتاع قديمه حلوه قوي. قديمه لازم قديمه. طب حلو، بس انا مش متابعه ولا اي اغنيه من عندكم بصراحه. ما اعرفش اقول لهم ايه. ورحنا حاجات دي. طب كنت بتسمعي عبد الحليم وام كلثوم وكده ولا؟ دي حاجات عبد الحليم بتاعت زمان يعني. ايوه يعني بتحبي تسمعيها؟ بحب واسمع، بس عمرو دياب اكتر يعني. عمرو دياب اكتر. وهاني شاكر. اوكي. حاجات دول جديد يعني. طب حلوه دي انيتو والله. متعددة المواهب انت يا نيتو، وكانت بترقص وبتغني لنا والله هندي. معلش كان زمان ترقص مصري وهندي وكله بقى، كان زمان. ليه ده لسه احنا لسه بقى يا نيتو. ان شاء الله بقى. ايه رايك؟ وبعدين جوز مش كويس نغيروه على طول. ليه خلاص زعلانة من الموضوع ده فاتك. ايه رايك رانيا شوفي رسملاي كده؟ انت جربتي كده في البيت عملتيها؟ لا عملت كورة يعني ما بطتوش. بطتيش كويس عشان لما احطه ميه واسعة تيجي زي السفنج استوي. اوكي. طب ده يغلي عندنا لسه لسه لسه. طيب. انا كمل شويه جامل. انا كمل شويه لازم تحطي. لا خلاص اهو قربته. طيب. مش كتير يعني دي. اوكي. انا هغني واحد اي حاجه ماشي. طب هي هتغني. مرسي يا نيتو. I love you. يلا غني لي هندي. होठों को छू लो तुम मेरा गीत अमर कर लो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होठों को छू लो तुम मेरी प्रीत अमर कर दो. برافو. ميرسي يا نيتو قوي والله. طب ممكن تترجمي لي انت قلتي ايه دلوقتي؟ لا بس دلوقتي بقى بعدين هقول لك بقى ايه في بعدين. ايوه. لا والله صوتك حلو. انت عارفه انت بتحبي تغني صح؟ بس انا ما بحبش اغني خالص. في ايام زمان بتاع غني بتاع راج كابور فيلم سانجم معروف قوي هنا في مصر. بتاع ايه؟ اميتاب باتشان؟ لا راج كابور اول فيمس فروم سانجم. اوكي. ما عنديش فكره. ايوه دي ثقافه هندي. كله ايجيبشنز اول دي مصريين بيحبوا قوي راج كابور فيلم سانجم. فعلا. معروف جدا جدا جدا. انا عارفه فيلم سانجم ده. ايوه. ده بتاع الاغنيه عنده حلوه قوي بتاع سانجم. اول واحد هنا في مصر ننزل فيلم دي سانجم. مشهور في مصر جدا. مشهور فعلا. جدا جدا. جدا. اكيد شفته ونسيت. اكيد اكيد شفتي نسيتي. علي نار عشان تجلي لبن. انا يا جماعه اعمل له كده دي وهشوف اجلوه في الميه بتاع سكر عشان تيجي استوي. في حد عايز تعمله كرة مدور ممكن، لكن اعمل زي ده برضو ممكن زي ما احبه يعني. ريحته حلوه قوي.
عشان كده بقى عشان تيجي تستوي. بعد كده انا هحطه في اللبان بتاع زعفران مكسرات. احنا محتاجين نطلعه نحطه في اللبن بقى لما يستوي. هو ده بالظبط يا نيتو بجد، يعني مش عارفه اقول لك ايه. حلوه صح؟ ثانك يو سو ماتش. ويلكم. بجد عملت لي كل المنيو اللي انا بحبه النهارده هندي. يلا رانيا غني بقى مصري شويه. لا انا مش هعرف اغني. يلا يعني يلا يلا يلا. بابا بيقول لي ان صوتي وحش جدا. لا 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 انا بقول لك صوتي حلو قوي. من وانا قد كده بيقول لي صوتك وحش قوي فيعني. لا 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 مين قالك؟ بيقول لي صوتي عالي. لا 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 اطلع ده ولا لا 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 لسه لسه. طيب لسه بيقعد قد ايه تقريبا يا نيتو هنا؟ يعني تقريبا ممكن تلت ساعه لما اكون عريضه شويه. تلت ساعه؟ عشان تشرب ميه سكر. يا عشان تيجي مستوي. اوكي عشان لما كنا حطينا لبن بتاع زعفران كنا نحطه في عليه لبن ده كنا زي سفنج. طيب ما كنش جامد. هي يمكن دي بقى اللي حصل معايا ان انا كان جامد من جوه ما كانش. عشان انت حطيتي هو ممكن. يا جماعه ده بيطلع كده زي السفنج وبيبقى في اللبن فبيبقى شارب اللبن كلهم وشهم بس طعمه حلو جدا هدواكم كلكم بس مش كتير عشان الباقي ده بتاعي. بس مفروض الراس ملاي اصلا بتعمله مع جبنه حلوه. ده الناس نبيت. النباتيين بياكلوها عندهم بانير تيكا زي كده التوفو في 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 الصين وحته اليابان والحتت دي هم عندهم نوع جبنه كده اسمه بانير بيعملوه النبات بياكلوه النباتيين عندهم وانا بحب جدا البانير بالسبانخ بقى بس انا نسيت اقول لك تعمليه لي النهارده. هقفل لك ده خلاص. بانير بالسبانخ بتحبيه قوي؟ دي جدا جبنه حلوه. هنا دايما في المطعم هندي موجود اكله دي. هنا هنا موجود على طول. والعدس العدس عدس الشوربه عندنا بس لا مش شوربه عدس بالكريم عدس كريم ده عدس اسود عدس جبه مش موجود هنا في مصر انا بجيب من هند. ما احنا عندنا عدس جبه ازاي يعني عدس لا 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 عدس دي تاني عندنا 8 نوع عدس. انا عارفه بس هو فعلا اللي موجود البني ده مش زي اللي بتاع مصر. العدس اسود ده موجود هنا في المطعم هندي بقى لكن مش موجود في السوق يمكن بس طعمه شغال يعني ليه بس بتاخد وقت ده. هو بس بتنقعيه في ميه بالليل. ايوه صح؟ بتحطه كريم. لا مش حطه في لازم حطه في الكسرونه بروستوز عشان تسلوه بفكه بعد كده حطه 5 ساعات على النار عشان تجلي. 5 ساعات؟ ايوه كل شويه تزود ميه سخنه وبعد كده ممكن عارفه حطي كريم حطي الزبده حطي فوق حمري بصل وثوم كده وحلو قوي مهما تعيني اكتر تحت الثلاجه هديكي طعم اكتر فعلا. والله دي دلوقتي كده شرب ميه بتاع سكر وخلاص جاهزه يعني استوي خلاص. احنا كده الراس ملاي بتاعنا استوى تقريبا خالص شرب كل الميه والسكر وميه الورد. احنا مش حاطين له ميه ورد الميه والسكر بتاعنا كله هنبتدي ننقله في خليط اللبن بتاعنا اللي هو اللبن اللي كان كيلو وخليناه نص كيلو قعد بخرنا كتير من السوائل اللي فيه وحطينا عليه المكسرات والزعفران. هننزل عليه هتحطي عليه الراس ملاي. أيوة ده بقى راس ملاي. طب انقلهولي كده يا نيتو يلا عشان نبتدي نقدم الطبق ولا عايزه نرصه نطلع الطبق البايركس ونحط عليه؟ لا انا احطه كده مفيش مشكله بعد كده احطه في الطبق. واللبن بيغلي ده هناخده بس غلوه صغيره فيه. اساعدك فاضية خلاص كده اسهل. طيب انا هاخد بقى لم اللي هنا دول عشان نبتدي نقدم الطبق بتاعنا. كده انا خلصنا حطينا هنا هحطه على في الدش. واللبن يا جماعه لازم يبقى لبن حليب. حليب من فريش. اللبان طازه. اللبان ايوه. يعني حتى في السوبر ماركت حاجات لبن حليب
مش ازايز، لا خلي مش عايز اللبن، هي نيتو مش عايزه خالص. نجيب اللبن ده، لازم لبن، لبن فريش، لبن طازه من اللبان. عندك لبان بيجيب لك لبن كويس؟ ايوه في البيت. انت لسه هتحطي عليه؟ حط شويه كده. معلش خدت شويه، احط فوق في الوش مكسرات كده. خلاص. طب انا عايزه ادوقه بقى. ده ما ينفعش دوق سخنه، لازم تحطه في الثلاجه. ما لازم احطه في الثلاجه، بس برضو ادوق واحده مبدئيا. اتفضلي اتفضلي. هاخد ثانيه، هاخد طبق هنا اهو. انا لازم احط نقطتين، استنى ميه ورد. طب حطي نقطتين ميه ورد، وفي الاخر بنحط عليه ميه الورد والمكسرات بتاعتنا، وده لازم يبرد ويدخل الثلاجه تاكل تاني يوم، صح؟ انا هدوق بس واحده كده اشوف زي اللي انا طلعته ولا لا. سخنه بيه، شبه ام علي بتاعتنا على فكره. حلو جدا. سلم ايدك يا نيتو. ميرسي والله. ميرسي. مش عارفه اشكرك ازاي النهارده. ميرسي، شكرا يا رانيا.